منذ فوزه المثير على غريمه الزمالك في 2 يوليو عام 2008 بأربعة أهداف مقابل 3 وتتويجه بلقب كأس مصر للمرة 35 في تاريخه، صام الأهلي عن إحراز اللقب لست نسخ متتالية، وهي أطول مدة يبتعد فيها الفريق عن معانقة اللقب منذ انطلاق البطولة قبل نحو 94 عاماً. علاقة عملاق الكرة المصرية والإفريقية الأول بكأس مصر بدأت في 28 مارس عام 1924 عندما أحرز لقب النسخة الثالثة بعد لقاء معاد مع السكة الحديد، بعدها أضاف 4 ألقاب في حقبة العشرينات أعوام 25 27 28 30 على حساب الاتحاد والمصري والزمالك والاتحاد مجددا، ثم توج بلقبه السادس بفوز عريض على غريمه الأبيض برباعية لهدف في 26 يونيو عام 31 قبل أن يبتعد عنه لمدة 5 سنوات متتالية في الثلاثينات لمصلحة الأولمبي والاتحاد والزمالك. الأهلي الذي فضل عدم المشاركة في البطولة لأسباب مختلفة آخرها في النسخة قبل الماضية توج بلقب البطولة 35 مرة، منها مرتين مناصفة مع الزمالك، ونجح في إحراز اللقب 3 مرات متتالية، 4 مرات في الأربعينات والخمسينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. مع اللقب الأخير الذي تحقق في مواجهة فريق مدرسة الفن يحتل نهائي النسخة 50 مكانة خاصة لدى الجماهير الأهلوية التي تفتخر دوما بفوز فريقها على منافسه الكبير بأربعة أهداف مقابل هدفين في 28 أبريل عام 78.